المنطقة الخضراء قلب العاصمة العراقية بغداد وأكثر النقاط أمنا بالمدينة، ترفع عنها الحواجز الإسمنتية ليتسنى للعراقيين ولوجها بعدما رقبوا ساحتها 16 عاما من وراء حجاب. هسه انفتحت خير من الله مثل ما تشوفون، يعني الوضعية صارت أحسن. قبل نروح بنص ساعة بساعتين أو ساعة ونص يلا توصل من العلاوي للدورة، هسه بخمس دقائق 10 دقائق بالمكان اللي أنت تريده. منذ اقتطاعها عام 2003 على يد قوات الاحتلال الأمريكي، ظل الولوج إلى المنطقة الخضراء حيث مقام الحكومة العراقية ومقر قيادة الجيش الأمريكي مقيدا. بدأ التخفيف من تلك القيود عام 2015، وفي يونيو من هذا العام تم فتح المنطقة أمام العموم بعد انحصار الخطر الأمني. فتحها طبعا هي رسالة اطمئنان ورسالة محبة. أكو كثير من المعالم الحيوية داخل هذه المنطقة حرم منها المواطن العراقي، وبنفس الوقت رسالة للمواطن العراقي أنه هذه الضواق من ترفع، أنه الأمن بدأ يتحسن ويتطور. إلى جانب المباني الرسمية ومقرات السفارات الأجنبية، تضم المنطقة الخضراء معالم عدة، من أهمها مسرح المنصور الذي احتضن فعاليات فنية أعادت بعث النشاط الثقافي بمركز العاصمة من جديد. لا مجال أول مرة أجي، وصل أول مرة أدركوا مسرح هنا، أنا بس أعرف ساحة الاحتفالات وها هي أي أول مرة أعرف أنه كنا مسرح. أنا الأوان إذن لجيل بأكمله كي يلج مكانا حرم عليه عقدا ونيف من الزمن لدواع أمنية، والأمل كل الأمل بأن يعم الأمان باقي التراب العراقي وتفتح محجاته كلها أمام الزوار.